قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذه الآيات قال العلماء رحمهم الله تعالى نزلت في أهل مكة، وإن كان يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن ده سبب نزول هذه الآيات. أحياء من الأحياء في مكة أنعم الله تبارك وتعالى على أهل مكة بنعم كثيرة، شكذا ربنا قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كانوا متآلفين وكانوا مجتمعين وعندهم تجارة في الصيف وتجارة في الشتاء. فربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر لهم هذه النعمة قال فليعبدوا رب هذا البيت، لأن البيت ده كان بيعظموه، البيت كانوا يعظمونه، قريشا كانت تعظم بيت الله تبارك وتعالى، بل كانوا يطعموا الحجاج ويكسوا البيت الكعبة، كانوا بيكسوه كل بعد فترة يكسوا الكعبة، بل ذكر بعض أهل السير إنهم ما كانوا يكسوا الكعبة إلا من الأموال الطيبة، يعني قروش بتاعت زنا وبتاعت خمرة وبتاعت ربا ما بيدخلوها في الكعبة، معناتها بيعرفوا قيمة هذا البيت. بعد ده كله مشركين، ربنا قال فليعبدوا رب هذا البيت، ليه؟ عمل لهم شنو؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ده منو سواه؟ ده الله تبارك وتعالى. يا قريش الله أطعمكم من جوع، كنتوا جعانين وبقيتوا شبعانين، وآمنكم من خوف، كنتوا خايفين والآن بقيتوا آمنين مطمئنين، زي ما ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. القرية دي هي مكة ذاتها بالمناسبة، زي ما قال ابن عباس وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. شوف الوصف القرآني ده كيف آمنة، ما في خوف ولا في حروبات ولا ما بيخافوا من شيء، مطمئنين عايشين في اطمئنان وسكينة وأمن تام. آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، زول فيهم شايل هم للرزق ما في. وشوفوا يا أخوان أصو ابن آدم كان لقى الاثنين ديل تاني ما عنده عوجة، مش كده؟ أصل أنت من تصبح الصباح كان ضامن أكلك، عارف أنت حتفطر شنو وحتتغدى بشنو وحتتعشى بشنو، وآمن لا خايف زول يسرقك ولا خايف زول يتلب في بيتك، وتمشي في الشارع مرتاح. لو لقيت الحاجتين ديل تاني عندك مشكلة؟ ما فيها المشكلة شنو تاني؟ شوف الأمة اللافة دي كلها تبحث عن الاثنين ديل، أكل وشنو؟ وأمن. أمن، شوف الناس اللافة دي لافة لشنو؟ دايرين أكل يأكلوا ودايرين يكونوا آمنين مطمئنين، مش كده؟ الحاجتين ديل بيجوا بحاجة معينة أنا بوريك لها بعد شوية، وبيروحوا بحاجة معينة برضو بوريك لها بعد شوية. إن أنت داير الحاجات دي تكون متوفرة أعمل اللي بنقوله لك من القرآن والسنة ما من كلامنا. إن دايرة تكون ما في حق الطعمية ما تلقى، وموية سمحة ما فيش، وروحك مارقة، مواصلات ما في، ومفلس لك أسبوعين في جيبك جنيه ما في، لو داير يحصل لك كده بوريك أنا بعد شوية ده اللي بيجيبه شنو. لكن كده خلينا أول حاجة مع الآيات دي. الله قال آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الحصل شنو؟ فكفرت بأنعم الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله شنو؟ كفرا.
هنا قال فكفرت بأنعم الله. عارف قريش كيف كفرت بأنعم الله؟ ما النعم دي كانت موجودة عندهم، كفرت كيف بأنعم الله؟ جعلوا لله أندادا، في نفس الآيات جعلوا لله أندادا. يعني شنو؟ يعني شنو جعلوا لله أندادا؟ يعني عملوا مخلوقين مع الخالق سوا سوا، عندهم مخلوقين بيعبدون من دون الله، ما أصنام بس، انتبهوا عشان ما واحد يجي يحصر لك الشرك كله في عبادة الأصنام. انت قال الصنم ده ما حجر، الحجر ده يسوي شنو يعني؟ الموضوع ما موضوع حجر. عشان كده الله قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هل الصنم عبد زي اللي كانوا بيعبدوا في الشكل يعني؟ واحد ما واحد، معنات الآية دي دلت إنه الناس ذيل كانوا عندهم معبودين غير الأصنام دي، والأصنام دي ذاتها ما جات ساكت، الأصنام ما جات ساي. الله قال أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. أنت قال ذيل شنو؟ اللات ده ابن عباس قال كان رجلا يلت السويق في مكة، بأكل الناس، بيعمل لهم سمن، سمن بالبلح، بأكل الناس. ده كان اللاتة اسم زول، كان زول في مكة، لما مات الناس عبدوا، أصل الناس بيعبدوا الجماعة اللي بيأكلوا الكسرة. انت قال شنو؟ مما يموت زولك بتاع الكسرة بتاع الفتة، مما يموت الشغلة بتبدأ من هنا. أوه، وإنه كان يؤكل الكسرة، وكان ولي كبير بكسرة سايب، يطلعوا لك ولي، ولي كبير أهو. بعد شنو يقول لك؟ إذن لابد ننادي في الشدائد. نفس الحصل لناس مكة. تقال ناس مكة ديل أشركوا كيف؟ الشرك ده تقالوا شنو؟ واحد لما تجيب له اسم الشرك بيفتكر إنه المشرك ده إلا عيونه تكون خضرة كده، ويكون عنده تفة وراسه زي الشيطان. لا لا، المشرك ده ممكن يكون قيافة كده ولابس له جلابية ظريفة وخاتي عمة بالجنبة والريحة بتاعته ظريفة سمحة. انت قال ابو لهب ده سموه ابو لهب ليه؟ هو ما اسمه ابو لهب، دي كنيته، كنيته ابو لهب او لغبه. ليه؟ قالوا لانه وشه كان ناير، وشه كان شنو؟ ناير، مرتاح مرطب. تقال ابو لهب، ابو لهب ده لو هسي فيه يكون ملياردير. تقالوا كان شخصيه زي كده، ده دول مرطب. فشوف اهل الشرك ديل دائما تلقاهم ناس قيافه كده. قال الله قال واذا رايتهم تعجبك اجسامهم. ف ده يا اخوانا هو استبدال نعمة الله كفرا، جعل الأنداد مع الله تبارك وتعالى. لما حصل كده ربنا قال فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الجوع والخوف ده ضاقوا كده عديد، ضواقة ضاقوا، مش هسي زول يقول لك والله أنا ذقت المر، مش كده؟ لما يكون اتعصر يقول لك ذقت المر، مش كده؟ ديل ربنا جاب لهم الجوع اللي هو عكسه، عكس شنو؟ عكس الطعام، كانوا شبعانين. والخوف عكس شنو؟ عكس الامن، كانوا امنين مطمئنين. فاذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كانوا بيصنعوا شنو؟ وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله. قبال كانت في مملكة اسمها سبأ، ربنا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وتقرأ في مساكنهم آية. انت عارف سبأ دي؟ العلماء قالوا كانت منطقة عجيبة مرة واحدة بالنسبة للخير اللي فيها والنعيم اللي فيها والجمال بتاع الطبيعة اللي فيها، حاجة ما بتوصف ذاته. عشان كده ربنا سماها آية، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية عجيبة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، جنة باليمين وجنة بشنو؟ بالشمال. الناس ذي المرطبين أخوانا بلغتنا الآن، مرطبين لما بغادي ذاته، والله اللي اداهم الحاجات دي. وربنا سبحانه وتعالى ما طلب منهم شيء صعب،
قال لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. هسه الموضوع ده صعب، اكلوا اكلوا المانجا والجوافة والبرتقال كله اكلوا، ما حرام، طيبات اكلوا، لكن في المقابل ما تكفروا، ما تجعلوا مع الله انداد، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور يغفر الذنوب، لو أذنبتم وتبتوا الله يغفر لكم، لكن إياكم تشركوا بالله، إياكم تكفروا بالله. الحصل شنو؟ ربنا قال فأعرضوا، أعرضوا عن شنو؟ أعرضوا عن شكر الله عز وجل، أعرضوا عن عبادة الله تبارك وتعالى، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل شديد قوي ما بيتثبت، الله مرسله ما بيقدر يثبته، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنات السمحة ديك الفواكه والطيبات، وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الخمط الشجر بتاع الأراك، والأثل الشجر بتاع الطرفة، ده بتلقاه قايم في شارع النيل ما من أي فايدة، البهايم ما بتاكله، في شارع النيل هناك تلقاه قايم الطرفة، وسدر قليل، السدر أو النبق. تخيل معي ناس كانوا في تفاح ومانجا وأناناس وترطيبة، من المرحلة دي نزلوا بيقى يأكلوا شنو؟ بيقى يأكلوا نبق وطرفة وشجر بتاع أراك. شوف التدني ده كيف بالله، لا سبب شنو؟ لأنهم أعرضوا عن شكر الله تبارك وتعالى. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. بعدين انتبهوا، الشرك كان وقع في البلد، المصيبة بتنزل في البلد كلها، عشان كده الله قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، المصيبة بتنزل في كل الناس. احنا الآن بلدنا دي ماشيين لها قدام، نحن أنا داير سوداني يرفع أصبعه يقول لي نحن متقدمين، احنا ما متقدمين بالمناسبة، ماشيين ورا، لسه الأحوال يعني في الناس بتعاني، لسه الناس بتعاني. تعرف السبب شنو؟ ترى زي الدرويش اللي جاي ده، شفت اللي بيقول لك يا السيدة مريم، ده يقطع عليك الطماطم ويقطع عليك العجور ويقطع عليك البرتقال من السوق ويضيق عليك المواصلات وتنزل السخانة والكتمة والغبار بسبب الدراويش دي، تبا لكم يا أخي، ضيقتوا علينا البلد، يا ضيقتوا علينا البلد، بدلوا نعمة الله كفرة. تنادي لك مرة يا خايب يا ستي مريم يا ود، ما شد حيلك انت صوك الدار، تنادي مرة يا ستي مريم. والله نحن بس ما البلد دي ما عندنا فيها يد، والله لو فيها يد أدخلك هنا تنجلد لما تتكيف، والله إلا تقول يا الله ما نفكك، لكن البلد دي ما عندنا فيها يد، تبرطي خش في حلقتنا يا ستي مريم يا البرعي خاشي ومارك، أما شغلة فاكة شغلة ما فاكة، لكن لو عندنا فيها حاجة والله أنا شفت أنا جيها جيها تعبد الله ولا على كيفك ذاته، والله ولا على كيفك. فيا أخوانا شوف، تعرفوا إنه المضيع السودان والمخلينا ما نمشي لقدام الشرك الموجود في البلد دي، البرع إذا لو ما تقلع من قلوب الشعب السوداني والله ما بتشوفه نعيم، والذي لا إله إلا هو. تبي تطفش بعد شوية، فيزا السعودية، فيزا الدوحة، فيزا الإمارات، بلد مليانة شرك ما تقدر تعيش هنا، عرفتها إلا الشغلة دي تنتهي، تتكسر في قلوب الناس، البرع يتكسر، الكباشي يتكسر، الصايم دي ما يتكسر، لا تقوم لهم قائمة أبدا. بعد ذاك الشعب السوداني يشوف نعيم، والله تأكل من فوقكم ومن تحت أرجلكم، والذي لا إله إلا هو. طيب أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم الشيخ أبو بكر. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.